single هو الفومر والماندبل. عندي زيغوما بايلاترال ماكزيلا نوز لاكريمال بون والانفيريور نيزل كونكاي والبلاتاين. الماكزيلاري بون يقعد بالميد لاين forming most of the middle third of the face. يعمل articulation قلنا مع large يعني عدد كبير من العظام تقريبا كلهم. ليش؟ لأنه موقعه وسطي له علاقة بالأورال كافيتي. جزء من الكون له علاقة بالأورال كافيتي. هذا الماكزيلا طبعا in two parts و articulate with each other. pyramid in shape يعني الجزء الواحد هو pyramid in shape. بينه الالفيولر process اللي كاري من دتيف. بينه البلاتاينو process اللي جزء منه راح يمثل لي الهارت بلس. بينه الزيجوماتيك بروسيس هذا فرونتال بروسيس وهذا الزيجوماتيك بروسيس. وبينه طبعا البادي. البادي هو الميجر بارت اوف ذا بون شيبت لايك بيراميد كونتين بين المازيلوري بارانيزل ساينسز. وبينه يعني يعمل articulation او شير in the formation of the nasal cavity, oral cavity and infratemporal fossa and the face. بينه الانفراوربيتال كانال والفورامن للانفراوربيتال فيزلز اند نيرف. الفرونتال بروسيس قلنا البروسيس يتسمى باسم البون اللي بيروح له. فاذا فرونتال بروسيس معناته طايره على الفرونتال بون. الزيجوماتيك بروسيس ريح على الزيجوماتيك بون. الالفيولار بروسيس حيكون هو الكارين ذاتيه. البلاتاين بروسيس حيجي يعمل articulation مع الهوريزونتال بليت اوف ذا بلاتاين بون forming the hard plate. الهوريزونتال بليت اوف بلاتاين بون هذا الالفيولار بروسيس. هذا الالفيولار بروسيس. هاي البلاتاين بروسيس اوف ذا ماكزيلا. بينو الانسيزف بروسيس او يسموها النيزو بلاتاين فورامن. النيزو الانسايزر فوسا او الفورامن حتى يدخل بينو السبتال برانش اوف سينو بلاتاين ارتري اند نيزو بلاتاين نيرف. احنا عادة بنسميها بس نسميها نيزو بلاتاين فورامن. هذا الترانسفيرس هذا الترانسفيرس سوتر اللي هو articulation بين المجزلة and maxillary bone and palatine bone. حكينا احنا على الترجوي بليت اوف ذا سفينويد. قلنا هي ما تبين من الميد يعني من السوبيريور فيو لكن حتبين من الانفيريور فيو. هي شايفيني الجزء الخلفي من الفلت. هذا هاي الترجوي بروسيس حيتكون لي ميديال. هاي الميديال بتريجود بليت وهاي اللاترال بتريجود بليت وبيناتهم حيكون يعني او ذا اند اوف ذا بتريجود ميديال بتريجود بليت حيكون عندي التريجود تانجلس. الزيجوما هو عظم الوجنة احنا نسميه. يكون الجزء الاكبر من الشيك يعطي اتاشمنت للماسيتر مصل. بين الفورامينا زيجوماتيكو اوربيتال معناته قريب من الاوربت. زيجوماتيكو فيشيال هذا هوني زيجوماتيكو اوربيتال هوني زيجوماتيكو فيشيال وهوني زيجوماتيكو تيمبورال. هذه الاوربيتال ساين
في السفلي من الكريت من النيزل سيبتم، الشكل مالته مثل المحراب. هذا الزومر. راح يعمل articulation مع perpendicular plate of the ethmoid, maxilla, palatine, sphenoid, septal cartilage, posterior border, does not articulate with any other bone. هذا posterior border ما يعمل اي articulation مع البون. البلاتاين بون قلنا بينه جزء منه هو الهوريزونتال، الهوريزونتال بليت يعمل articulation مع المازلر بوسس على مود يكونون الهارت بلات، بس ايضا عنده البربنديكولار بليت اللي هي جدا مهمة لانه تشكل لي جزء من النوز. او شو البوزيشن مالته؟ هذا البوزيشن مالته، هذا البربنديكولار بليت، هاي البربنديكولار بليت. البربنديكولار بليت حتاخذ جزء يعني شكله ريكتانجولار وتشكل بالسوبيريور بوردر اكو فد نوت، هيعمل ارتكيوليشن مع السفينويد بون وبينو السفينو بلاتاين فورامن. من جاي الاسم؟ من السفينويد والبلاتاين، هاي سفينو بلاتاين فورامن. من اوربيتال بروسس يروح على الاوربت، يعني جزء كلش صغير. هاي الهوريزونتال بليت وهذا البايراميد بروسيس. البايراميد بروسيس اكستند بوستيريورلي انفيريورلي مع الجنكشن مع البربنديكولار بليت، يعمل ارتكيوليشن خلينا نقول او يقعد نير البربنديكولار بليت، يعني يمتد الى البربنديكولار بليت مع البربنديكولار والهوريزونتال بليت او البلاتاين. بينو الليسر بلاتاين فورامن والجريتر بلاتاين فورامن حيكون موجود بالهوريزونتال بليت. النيزل بون، النيزل بون هو بون كلش صغير يشكل لي ميدل اوف ذا فيس، يقعد بالميدل اوف ذا فيس باي لاترال مع الارتكيوليشن للفرونتال يعمل لي والماكزيلا يعملوا لي البريدج اوف ذا نوز. هو الانفيريور بورشن منه فورم ذا سوبيريور مارجن اوف ذا نيزل ابراتوس، هذا النيزل ابراتوس. فالانفيريور مارجن اوف ذا نيزل بون حيشكل لي سوبيريور مارجن اوف ذا نيزل ابراتوس، هو حيكون لي البريدج اوف ذا نوز ويعمل articulation bilateral مع the frontal process of the maxilla مع the frontal bone and so on. مع the perpendicular plate of the ethmoid. The mandibular bone هو horseshoe shape large and strong bone بينه أدت anatomical landmarks بينه أجزاء أيضا، هذا الكورونويد، هذا الكوندايل، هاي الريموس أنجل بادي and سنفيسيال أوريا والأديولار طبعا بروسيس. All muscle of mastication are attached to the mandible. ليش؟ لأنه it's the only movable bone in the skull. وبقية البونز الارتكوليشن مالتها without movement from. فإذا أكيد هو الأكشن مال السولوي مال البايتنج والسولينج والماستوكيشن كلها حيكون علينا، فلازم يعمل اتاشمنت للمصل اوف ماستوكيشن. البادي مكوناته البادي الريموس كورونويد كوندايل اند الفيولار بروسيس. من الميديال سيرفيس عندي أهم جزء هو اللينجولا اللي هي الستارتينج أو كأنتوميكال لاند مارك للمانديبولار فورامن اللي يفوت بينه الانفير الفيولار نيرف يعطي سبلاي للمانديبولار بون. عندي شادو صغير لللينجوال نيرف، هاي ريترومولار اريا. ريترومولار اريا كلش مهمة لأنه تعطي الاتاشمنت مال التيرجو مانديبولار رافي، الاتاشمنت مال يعني وجود التيرجو مانديبولار رافي واللي تعمل الاتاشمنت للبوكسينيتور مصر. هذا المايلو هايويد جروف اللي تيجي تقعد بين المايلو هايويد مصر وكذلك السب مانديبولار، هاي السب
خاصة تقدمه الصمانديجيلار جلاند، جزء من الصمانديجيلار جلاند. الميديال سيرفيس هاي لو شال البون حتنوش على المصل اوف ماستوكيشن. هاي الميديال بتيريجوين، هاي هذا الديب هيد، هذا السوبرفيشيال هيد، هذا السفينو مانديبيلر ليجامنت حيروح على السفينويد بون، هذا السباين اوف سفينويد. هذولي التو مصل مال السوفت بلت. لاترالي عندي اهم مصل هي الماسيتر مصل كامل اتاشمنت بالريموس اوف مانديبل. المانديبيلر فورامن، هذا المانديبيلر فورامن يفوت منه كنا الانفيريال ديولار نيرف. الانفيريال ديولار نيرف حيطلع بالمنتل فورامن اللي حيكون عندنا المنتل نيرف، وهو طبعا انا اسوي كلام مارك مهمة لانه احنا نعطي الانستيزيا نيرس، ولما يكون عندي كات نتيجة انجري او اي او سيرجري او وات ايفر حيحصل عندي باراسيزيا بالمكان اللي صار. التيمبو مانديبيولار جوينت، قلنا هذا الجوينت اللي هو موفابل، هاي الارتيكولار ديسك، وهاي الكرينويد فوسا او المانديبيولار فوسا، وهاي الكوندايت، هاي الكبسول اوف ذا جوينت. هايويد بون، الهايويد بون هو بون كلش صغير يقع تحت الماندبل بين اللور بوردر اوف ماندبل وبين اللارنكس، يعمل ارتكوليشن مع مصل، ما يعمل ارتكوليشن مع بون. هولز شو ان شيب ايضا بينو الجريتر هون ليسر هون والبود، اهميته انه يمسك المصل اوف ذا تنج. هسه احنا خلصنا الفيشيال بون، حنحكي على السوتشرز. السوتشرز هي الفايبرس جوينت اللي يعمل articulation between the bones، يعني هسه هذا سوتشر، هذا سوتشر، هذا سوتشر، هذا سوتشر و so on. طبعا firm ما بين movement عدا temporomandibular joint. الاسماء عندي 3 names اللي هي coronal، هذا coronal، عندي sagittal، هذا sagittal، وعندي اللامدويد. هاي اسماء معتمدة. البقية تسمى على العظام اللي هي بيها، يعني هذا الاوكسيبيتور ماستويد معناته بين الاوكسيبيتور والماستويد، البرايتور هذا برايتور ماستويد بين البرايتور والماستويد وصون. ميزة السوتشرز، السوتشرز لما يعني البيرث بيبيز هما السوتشرز ما حتكون كومبليتلي فورمد ولا تكون تالت، وانما تكون covered by thick membrane. ليش؟ حتى تسهل الباسنج اوف ذا هيد اوف بيبيز through the birth canal، وتسمى the anterior، تسمى fontanelles. وانا عندي anterior posterior وعندي lateral fontanelles. هاي another view، عندي هون هاي sutures، فرونتال إثمويدال سوتشر مع الإثمويد والفرونتال، السفينو إثمويدال مع الإثمويد والسفينو وسوان. الفونتانيل، الفونتانيل is an anatomical feature on an infant skull that allow its plate to be flexible to pass through the birth canal. الفونتانيل، هاي الفونتانيل it's a soft membrane of spot on the head of baby due to incomplete fusion of the cranial bones. يعني طبيعي جدا لانه البيبي لما يولد البيرث كانال تكون small، فلازم يكون اكو resiliency بالهيد حتى لا يصير يعني difficulty بالليبر. السكال فورامينا تعرفون بس الاسماء، تعرفون البوزيشن. السوبرا اوربيتال فورامين بالفرونتال بون، انفيريا اوربيتال فورامين، انفيريا اوربيتال فيشر هيكون بالسفينويد بون، انسيزيف بالماكزيلا، الجريتر بالبالاتاين ماكزيلا، الليسر بالبالاتاين انمالز، هذول الاكسترا كرانيال.
positions at the supraorbital, inferior orbital pressure, infraorbital foramen will maintain. Intracranial and the anaforamen ovale, spinosum, lacerum, carotid canal, rotundum, and the other optic canal have a superior orbital fissure, and the other cribriform قدام السيكم foramen cecum have a foramen rotundum, ovale, spinosum, and so on. Have a foramen magnum, have a honey hypoglossal, internal augustic meatus, high jugular foramen. شوفوا من زمان طبعا السكالب تقسم anterior cranial fossa و middle cranial fossa و posterior cranial fossa. حنحكي تفاصيلها بالبرين. هاي ايضا هذه احد الفرامينس اللي موجودين مع الكونتينت. انتم ما تحفظون الكونتينت تحفظون بس الاسماء. هاي انظر فوتو هاي البونز حتى تعرفون ايش اللي موجود فيها مع الفوسة مع الفرامينس.